أقامت دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أحيتها فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام. وقدمت الفرقة مجموعة مختارة من المدائح النبوية التي أبدعها كبار الملحنين وتألق في أدائها المنشدون. بسيرته العطرة التي أضاءت مشاعل النور للإنسانية، ها هي دار الأوبرا المصرية تحيي ميلاد أشرف الخلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على طريقتها الخاصة، بإقامة حفلتين متتاليتين على مدار يومين بمسرح الجمهورية ودار أوبرا دمنهور، وذلك من خلال فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ووسط حضور جماهيري كثيف. دار الأوبرا المصرية كعادتها دايما بتحتفي بكل المناسبات الوطنية والقومية والدينية. جميل ان احنا في شهر اكتوبر، شهر الانتصارات، شهر النصر العظيم، وبيتواكب معاه الاحتفال بمولد النبوي الشريف وايضا عيد ميلاد دار الأوبرا المصرية. النهارده احنا في مسرح الجمهورية بنحتفل بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مع فرقة الإنشاد الديني لدار الأوبرا المصرية. هو انا متعودة ودايما لازم قبل مناسبة المولد النبوي لازم نتابع البروجرام عشان بتبقى يعني حاجة تحفة جدا. هو في العادي ان هم ما شاء الله المنشدين هنا اداء مش طبيعي، واحنا متعودين حتى دلوقتي بقى لازم ان احنا لينا مكان في الصفوف الاولانية، وكل سنة وانتم طيبين. والله ده يعني ده اعجاز وياريت يدوم على طول، مفيش احسن من كده صراحة، فنفسنا يدوم. انا بحب الاوبرا جدا و على طول باجي الأوبرا في كل الحفلات والمناسبات، وبحب الأوركسترا وكل أنواع الموسيقى. يعني مدائح في حب سيد الخلق خاتم الأنبياء والرسل تجلت في ليلة مليئة بالروحانيات التي استمتع بها جمهور الأوبرا، كميلاد طه لمحمد هاشم، ليالي رسول الله لمحمد عبد الله، ويا رسول الله لمحمد ثروت، فيما يتضمن الحفل المقام على مسرح دار أوبرا دمنهور باقة مدح للنبي كروايح الجنة لعمار الشريعي، أنا بمدح النبي لإيهاب توفيق. دار أوبرا المفروض هي منارة للثقافة يعني عموما والفن، فهي العنوان بتاعها يعني، فاحنا بنحاول طبعا أكيد بيبقى في تخطيط لدون بمواعيد طبعا المناسبات اذا كانت يعني دبلوماسيه او دينيه او ثقافيه. صراحه الحفله متميزه جدا النهارده، والاصوات قويه جدا، والحقيقه حفله مرتبه جدا، وانا مبسوطه صراحه ان انا بحضر النهارده كمان، وان شاء الله كل سنه وكل عام وانتم بخير. الاداء المايسترو بصراحه، والاداء الفرقه كلها اداء مبهر، الفنان احمد حسن اداء رائع فوق الرائع، التنظيم تنظيم عالي جدا، ويا مناسبة جميلة، وإن شاء الله تكرر كل سنة بإذن الله نكون معكم بإذن الله. احتفالات وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بذكرى المولد النبوي الشريف تجلت هنا على طريقتها الخاصة لجمهورها الذي تعود على الاحتفاء بمسارحها المختلفة وبالأصوات العذبة، في ظل احتفال العالم أجمع بنبي جاء بالهداية والرسالة فأشرقت البشرية بنور رسالته العظيمة. سالي سالم، التلفزيون المصري.